المنازل التي كانت تتواجد بها قوات النظام. شاهدوا ماذا فعلت قوات النظام بعد أن خرجت من المنازل. هذه هي خيارهم. هذه الدشائن التي كان يقف وراءها عصابات طاغية يقومون بقنص الناس. حاولوا تدمير هذا المنزل بعد الخروج منه. من هنا كانت تجري عمليات القنص. هذه صواريخ من بنادقهم. شاهدوا الصواريخ. وهذه دشائمهم حيث كانوا يعتلون سطح هذا المنزل ويشرفون على قنص الناس من كافة الجهات. شاهدوا الموقع الذي كانوا يحتلوه يشرف على كافة الجهات، على كافة الطرق الرئيسية في المدينة.